توقفت الكرة ولبست كمامة التوقف بسبب كورونا. أغلقت الملاعب والشاشات، غادر الجماهير المدرجات، فأصبحت خاوية على عروشها من العاشقين والعاشقات. خلت شاشات التلفاز من كرة تنط هنا وهناك. شوارع كانت بالأمس القريب تعج بمهوسي الكرة، شوارع لا تعرف معنى النوم. أعلام وصخب، تشجيع وجنون، ألقاب وكؤوس، أفراح وأحزان، فوز وخسارة. رغم ذلك لا توقف، لكن اليوم كلنا حزينون لتوقف صداها في القلوب ومعانيها في العقول. اليوم لا شيء، غادرتنا الكرة على أمل العودة. فلا مواقع التواصل الاجتماعي الباهرة، ولا العمل أو التنزه في الشواطئ الماجنة، ولا نشرات أخبار كاذبة وتحليلات ساخرة ستحل محل الكرة في العشق والجنون. لا شيء سوى عودتها. أي نعم عادت البوندسليغا، لكن لا شيء تغير. من دون جمهور وحياة طبيعية لا طعم للكرة. فمتى العودة كما ألفنا؟